قامت مصالح المراقبة التابعة لولاية مراكش والمكونة من مجموعة من المصالح المختصة مؤخرا بضبط واحد العملية نوعية، بحيث أنه تم ضبط وحجز واحد كميات مهمة من المواد من الفواكه غير صالحة للاستهلاك اللي كانت يتم بيعها لبائعي العصير والحلويات. هذه المواد هذه الكميات ديالها حوالي 4700 كيلوغرام من مادة الكاكي ومادة الفراولة. هذه كانت مخزنة بمستودع للتبريد بمنطقة بالبكار. هذه العملية بينت على أن التجار المحليين خاصهم يكون عندهم هناك يتخذوا مجموعة من الاحتياطات الأساسية التي من شأنها المساهمة في صحة المستهلك، وذلك بالتزود من أماكن اللي هي حاصلة على الاعتماد الصحي وتكون متوفرة على الشروط ديال الوقائية والضرورية. اللجان اللي كتسهر على المراقبة فهي تتكون من مجموعة من المصالح ديال المصالح، هناك مصالح ديال قسم المراقبين تابعين لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية، كذلك كاين مراقبين اللي هما تابعين للمصلحة اللونصة لمصالح ديال لونصا، والمصلحة ديال حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة. هذا هما التشكيلة ديال اللجنة ديال المراقبة. المواد التي تم حجزها هي مواد كانت معبأة في كرتونات وفي ملففة في مادة بلاستيكية، والمادة البلاستيكية مخزنة داخل كرتونات ولا تحمل أي بيانات قانونية لا تسير إلى نوع الفاكهة الموجودة، ولا إلى مصدرها، ولا إلى ظروف إنتاجها، ولا إلى تاريخ صلاحيتها أو انتهاء الصلاحية ديالها. لذلك احنا المطلوب لأن كننصح المواطنين باش أنه قبل الشراء ديال أي مادة التأكد من هذه البيانات التي تكون محمولة في العلب، يتأكدوا من المصدر ديال الجهة التي قامت بالتلفيف ديالها، واش عندها الاعتماد الصحي ديالها، والتأكد من الجودة ديالها، من البيانات، من جميع البيانات اللي خاصة تكون تتحملها هذيك اللاصقة اللي كتكون كتحتافظ على هذيك المواد الأساسية. فيما يتعلق بالعمليات ديال رمضان، رمضان هذه السنة والحمد لله تميز بأن كانت هناك وفرة في جميع المواد الأساسية والمصنعة، ليس هناك لم يكن هناك أي خصاص في أي مادة معينة. هذه الوفرة في الأثمان أدت إلى وفرة في المواد عفوا أدت إلى تراجع مهم في الأثمان، بأن بحيث أن الأغلبية ديال المواد عرفت أثمنتها استقرارا، بل هناك بعض المواد التي تراجعت أثمنتها بنسب تتراوح ما بين 20% حتى 40%، باستثناء واحد ثلاثة ديال المواد. هناك مادة ديال الطماطم، نظرا لأن هذيك الموسم لم يكن ما تكونش متواجدة خير خارج لوك البيوت المغطاة، وكذلك مادة ديال السردين التي تراجعت اللي زاد الثمن ديالها بحوالي 17% نتيجة للإقبال الكبير اللي كان خلال شهر رمضان على هذه المواد، ومادة أخرى وهو مادة ديال الدجاج الحي التي كانت هذه السنة عرفت زيادة بنسبة 40% مقارنة مع نفس السنة الفترة من السنة الماضية. الزيادة التي عرفها مادة الدجاج هي راجعة بالأساس إلى أن مادة الفلوس أصبحت تصدر إلى الدول الإفريقية، مما أدى إلى انخفاض ديال العرض ديالها على المستوى الوطني، وبذلك زاد انتقل الثمن من 3 دراهم للفلوس إلى 6 دراهم. هذه الزيادة في الثمن ديال الفلوس أثرت على الثمن على المستوى ديال المستهلك. ضبطات يعني اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة، فضبطت واحد الكمية مهمة من 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 المنتجات ديال بعض الفواكه اللي مثلجة يعني مجمدة، وكانت يعني عادي توجد للسوق عن طريق المحلبات ديال المدينة. ومن هذا المنبر تنشد بحرارة على أيدي أعضاء هذه اللجنة هذه اللي قاموا بهذا العمل الجبار، واللي يعني عمل تبقى يعني كمثال يحتذى به
بالنسبه لجميع اللجان الاقليميه اللي كاينه في يعني في على الصعيد تاع التراب الوطني، واللي بغينا باش هاد يعني هاد المراقبه اولا هاد اللجان تكون بصفه مستمره وتكون يعني كل واحد ياخذ الجزاء ديالو. بالفعل هو بعد صدور يعني القانون ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه سنه 2008 فيعني ومن بعد صدور المراسيم التطبيقيه ديال هذا القانون هذا، فمجموعه ديال المؤسسات ولات تتمشي في اتجاه يعني باش دار هاد باش تنتج اولا باش تجمد اولا باش تكونديسيون تعبئ يعني مجموعه ديال المنتجات الغذائيه بطريقه سريه بما فيهم يعني هذه المؤسسه هذه اللي ضبطت فيها هذه الكميه الكبيره ديال الفواكه. يعني بالفعل الامور الحمد لله متجهه نحو الاتجاه الصحيح، وجميع يعني اللجان حنا تنحسوا بهم وعارفينهم على طريق الشراكه اللي تتربطنا ما بيننا وما بين العلمات والاقاليم ديال الجهه، فالحمد لله حنا تلمسوا واحد الجد وواحد يعني المثابره في العمل ديال هذه اللجان هذه. كانت حمله تحسيسيه بالنسبه لنا حنا كجمعيه، فقمنا بحمله تحسيسيه اللي كانت الحمد لله في المستوى وعطات الصيت ديالها وعطات الدور ديالها على الصعيد الجهوي ديال جهه مراكش اسفي، وقمنا بمجموعه ديال 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 الحملات كذلك من اجل ترشيد الاستهلاك فخلال فترة رمضان، لأنه كي تنعرفوا الاستهلاك ديال شهر رمضان تيكون مغاير للاستهلاك ديال الشهور المتبقية ديال السنة، وتيكون استهلاك كبير ديال المنتجات سيرتو الغذائية، فقمنا بحملة تحسيسية من أجل يعني ترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم، والحمد لله عطات الأكل ديالها لا من ناحية التفاعل ديال الناس معنا ولا من ناحية كذلك حتى يعني داك التقييم اللي درنا حنا من بعد، فلقينا بانه كان هناك استجابه ديال المواطنين في هذا الاتجاه. انا اللي تنوجه يعني اللهم يعني المواطن البسيط، لانه المواطن البسيط هو اللي تيمشي تيتجه لهذه المنتجات هذه اللي هي فاسده او لا ما تيكونش عالم عليها فاسده ولكن تيعرفها بانها رخيصه عند واحد الشخص ولا بعض الاشخاص ولا بعض المؤسسات، فانا تنقول لهم يحاولوا يعرفوا يعني المنتوجات اللي تيشريو يعرفوها منين تيشريو ويعرفوا اش تيشريو، لانه صحه المستهلك لا تقدر بثمن. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.